المرض هذايا أنا نتبع فيه من 2013 اللي هو أول مرة ظهر فيها. 2013 ماتونا لهنا في حدود 2000 من نوع هذاك الطائر. الطائر هو يتسمى النورس أصفر الساق اللي هو غويلون لوكوفي. هذايا موجود على كامل الساحل التونسي. ربي خلقه أنه باش ينظف البحر، أي حاجة يقاها، حوتة ميتة، شويبي ميت، أي حاجة يأكلها. لكن احنا توا فرنا له الماكلة بكيفية غريبة في هالمصبات الفوضوية. وين يتحل المصب هذايا؟ نقاو الطيور تموت، يتسكر المصب، الطيور ما عادش تموت. وأنا بصيفة نتبع في العصافر برشا، قلت علاش مربوطة الأمور بالمصب؟ ومشيت للمصب وقعدت نشوف فيه شكل. وقت ثم الكمين يجيبوا زبلة كل الطائر هذا ما يجيش، ثم تراكتور خاص يعرفه هو جيب لي ديشي متاع لاباتوار متاع الدجاج، محمل بفضلات الدجاج من لاباتوار. العصافر تجي من كل جهات، يكفي انه واحد منهم يتفطن يشوف التراكتور جاء يعرفه راهو، خاطر هما من في اعلى الشان متاع الذكاء متاع العصافر هما والغرباء. يبدا يدور يبدا يعيط، يعرف العصافر تجي من كل جهه ويبداو ياكلوا. انت اذا كانت تطيش لي ديشي متاع لي زاباتوار، كسوة ليزاباتوار متاع الدجاج واللي هما خطر كبير ياسر، لانه ثم مرض اسمه مالادي دو نيوكاستل ولا نيوكاسل في بريطانيا، اكتشفوه في بريطانيا، وهذا يصيب الدجاج المربي. وقت انت تشاد تسيب الزبلة متاعه في البحر، ثم طيور اللي هي من انواع النوارس تمشي تاكل في المصب، تاكل الشيء هذاك. حسب ما التحاليل عملت شركة خاصة اللي هي مستثمرة في المحمية، عام 2013 صارت موت كبير في الدجاج المربي وصار موت كبير في العصافر. تفطنا احنا اللي العصافر الموجودين في المحميه قاعدين يموتوا بكيفيه كبيره. ظهر المرضي هذيك نتاع نيوكاسل. دونك احنا لي سيمبتوم انا نعرفهم شنو، ما كي نشوف عصفور نفهم اللي هو مريض بالمرض هذاك ولا لا، لانه يبدا على الاول فيه شويه شلل في الجوانح، وبعد يولي جوانحه يتشلوا تماما، يولي ما عادش يطير، وبعد يولي يمشي برك، وبعد يتشل تماما يقعد كراسه يتحرك حتى يموت. نعطيك إحصائية برك، احنا السنين الفايتة كل عادنا متابعة متاع العصافر تعشش في الملاحات. اسنا ما عشش منهم حتى واحد النوع هذاك متاع غويلون لوكوفي، ما عشش حتى واحد في الملاحات اللي كانوا قبل يوصلوا 500. شوف انت نسبة الموت في كل مرة يظهروا يموتوا 50-60-100، وهي أكثر مرة في 2013. في الأشهر الأخيرة قد شهد موت طائر النورس؟ على الأقل 1500. في الأشهر الأخيرة. الأخيرة. بعد سنة. بعد 2000. نعطيك عندنا مستعمرة، أكبر مستعمرة في صفاقس، يعني مستعمرة وين يعشوا العصافر هذوما اللي هي في جزر الكنيس. سنة الفارطة 1500، سنة اللي قبلها 2700، سنة 630 برك. نتيجة المصب هذا. نتيجة المصبات اللي هي عشوائية صفة كبيرة هذايا، وهذا لأنه مصيبة، لأنه في وسط البلاد إحنا شبعاد على وسط المدينة تو. أخذر أنت لهنا العمارات اللي بعده بقاش يظهروا هيك في وسط البلاد، أنت بعيدة كيلومتر على البوان زيرو. شي الحلول راهي واحدة ما صفقش، هذه حلول متاع